سعياً لحماية اقتصادات الدول المصدرة للبترول، جاء قرار أوبك بلس خفضاً في الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً. بطبيعة الحال كان التحالف أكثر اهتماماً بالحفاظ على استقرار السوق من معاقبة روسيا. السبب واضح، أوبك بلس هي مجموعة من 23 دولة مصدرة للنفط تجتمع بانتظام لتحديد كمية النفط الخام الذي يجب بيعها في السوق العالمية، ولا علاقة باجتماعاتها بأي اتجاهات أو مواقف سياسية. دليل آخر، شهدت الأمم المتحدة تصويتاً على قرار يدين ضم موسكو لأراض أوكرانية. قائمة الدول المؤيدة شملت دولاً مثل السعودية والإمارات وأنغولا، وكانت أيضاً بين الممتنعين دول أعضاء في أوبك بلس. لكن توقيت القرار لم يكن مثالياً بالنسبة لبايدن الذي يهمه خفض أسعار الوقود للناخب قبل انتخابات نصفية للكونغرس. على عكس الاتهامات الظاهرية لأوبك بلس بدعم موسكو تحديداً، تبدو أسباب قلق البيت الأبيض داخلية أكثر منها خارجية، حتى أن بياناً مشتركاً لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني براين ليز شاهد ذكر أوكرانيا مرة واحدة بين 311 كلمة، بينما ذكرت محطات الوقود الأمريكية مرتين وأسعار الوقود أو أسعار الغاز المحلية 4 مرات. لنفهم كيف تعمل أوبك، هناك تقرير شهري تصدره المنظمة فيه تقديرات لحجم الطلب العالمي على النفط وللمعروض النفطي سواء من دول أوبك أو من خارج المنظمة، وبالتالي الأساس في اتخاذ قرار تحديد مستويات الإنتاج هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق وليس استهداف مستويات سعرية محددة. المفارقة أن الإدارة الأمريكية لا تناقش هذه الافتراضات أو هذه التقديرات لمستويات الطلب العالمي أو المعروض العالمي الذي يرد في تقارير أوبك، وإنما ما تطلبه الإدارة الأمريكية هو إنتاج النفط بلا حدود. يعني عمليا هي تريد أن يكون هناك فائض من الإنتاج النفطي في الأسواق بلا حدود لتخفيض الأسعار. والمفارقة الأخرى أيضا أن الإدارة الأمريكية نفسها اتخذت إجراءات فيما مضى تؤدي إلى خفض الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة، فبالتالي ما تبيحه لنفسها في الداخل الأمريكي تحرمه على أوبك والآخرين. وطبعا لكل هذا سياق سياسي مفهوم فيما نقترب من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.